يزور بلادنا نائب رئيس الحكومة المحلية لسيقلية السيد ماركو فانتيني على رأس وفد هام، وتباحث بالرباط بخصوص قضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم التعاون الثنائي في العديد من المجالات، إضافة إلى تطورات وحدتنا الترابية. محمد تميمي، زكية بلقاس، وعبد العلي عيد. خلال لقائه برئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، جدد السيد ماركو فانتيني نائب رئيس الحكومة المحلية لصقلية رغبة بلده في تطوير علاقات التعاون مع المغرب والترجمة الفعلية لإعلان الصداقة والتعاون مع المملكة الذي اعتمدته حكومته مؤخراً.